سأل سائل عن معنى قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس. الله تعالى أعلى وأعلم، لكن اللام هنا ليست للنفي، لأن النبي أقسم الخنس النجوم التي تخنس أحيانا وتظهر أحيانا، وقد أقسم الله تعالى بالنجوم، قال والنجم إذا هوى، فأقسم الله تعالى بالنجوم. فلام في قوله لا أقسم لام التأكيد، كما تقول لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، فاللام لمزيد من التأكيد. والله تعالى أعلم. والخنس هي النجوم التي تخنس وتجري في السماء كما قال تعالى الجوار